الملف الحقوقي المصري وأنية الحكومة المصرية التوسع ببناء سجون. مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان محمود جابر قال إن عدد السجون في مصر وصل إلى 69 سجناً بالإضافة لأقسام الشرطة المختلفة، وذلك بعد أن أصدر وزير الداخلية محمود توفيق القرار رقم 1053 لهذا العام ببناء سجن جديد يسمى بقطاع أمن الجيزة، ونشر القرار في الجريدة الرسمية. وأشار إلى أن سجون مصر تعد مقابر يدفن فيها السجناء أحياء ويقتلون بشكل بطيء حسب تعبيره، وأضاف أن كثرة بناء السجون هي تعميق للديكتاتورية والاستبداد وإفراط في عدم استخدام أو احترام حقوق الإنسان في مصر. معي مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المحامي محمود جابر من فيينا، ورحب بك محمود. بداية، حول هذه المعلومات التي ذكرتها عن عدد السجون المصرية ونية وزارة الداخلية إنشاء سجن جديد، من الناحية الموضوعية، هل هناك حاجة في مصر لبناء سجن جديد؟ هل السلطات المصرية عندما تحدثت عن خطتها لبناء سجن جديد ذكرت الأسباب التي تدعوها لبناء هذا السجن الجديد؟ تحياتي لك وللمشاهدين. الحقيقة الحديث عن السجون المصرية هو حديث تبكي له العيون دما بدل من أن تبكي دموعا، لأن حديث السجون هو حديث ضحايا كثر، حديث شعب يتم الاستهزاء به، وشعب يتم سرقة مقدراته وسرقة حريته. الحديث حديث ذو شجون الحقيقة. يعني لا، السلطة المصرية بدلا من أن تتجه إلى تعمير الصحراء وتعمير سيناء، وبدلا من أن تتجه إلى إيواء المشردين والمهمشين وإيجاد سكن لائق دمي بهم، لا تفعل ذلك الحكومة المصرية، بل تلجأ إلى بناء سجون والتوسع في بناء السجون. لذلك سؤالي البعض يعتقد، نعم، أو يرى حسب تبريرات الحكومة المصرية في إعلامها الرسمي أن هناك اكتظاظ في السجون المصرية، وهذا حقيقة ربما واقع تحدثنا عنه كثيرا في حقوق الناس، ولكن السؤال هل هذا السجن الجديد يعني الحكومة المصرية قامت به بدوافع إنسانية لتخفيف الضغط عن السجون الأخرى؟ مع الأسف، يعني نحن حينما نقول أن هناك تكدس داخل السجون أو أن هناك اكتظاظ أو أن السجون تأخذ أكثر من حالتها، فيجب أن نبحث لماذا السجون مكتظة. السجون اكتظت في خلال 7 سنوات من تاريخ يوليو تموز 2013 حتى هذا التاريخ بالسجناء السياسيين والمعارضين للنظام المصري من كافة الاتجاهات وكافة الأيديولوجيات، سواء كان يساري أو ليبرالي أو علماني، صحفي أو طبيب أو مهندس، عضو حزب أو لم يكن عضو حزب، نساء، رجال، فتيات، أطفال. لماذا تقتضي السجون؟ فعلينا أن نبحث عن الحالة المضطربة، الحالة السياسية الغير مستقرة في مصر التي تدفع إلى اكتظاظ السجون. لدينا أكثر من 100,000 معتقل الآن حسب إحصاءات غير رسمية، والسلطة المصرية لا تفصح عن أعداد السجناء. السلطة المصرية تقوم باعتقال الناس اعتقالا عشوائيا، اعتقالا تعسفيا، ثم تقوم بحبسهم حبسا احتياطيا يتجاوز المدة القانونية، ولا يتم النظر في إخلاء سبيلهم، ويتم يعني أفهم منك محمود بأن هذا السجن هو ليس لدوافع إنسانية، بل يملأ هذا السجن مرة أخرى بسجناء جدد. السجن بالفعل هو بمثابة الإنذار وبمثابة النذير للشعب المصري الذي يريد أن يقاوم أو يريد أن يعارض، فالسجن سوف يكون هو مكانك. الحكومة بدل ما تلجأ إلى حل مشكلة الإسكان تلجأ إلى حل المشكلة السياسية ببناء مزيد من السجون. وقد قلنا سابقا أن السجون المصرية هي أصلا سجون لا تصلح لأن يكون فيها كائن حي. السجون المصرية سجون بنيت وأسست ويتم التعامل فيها بالمخالفة للقوانين الدولية وبالمخالفة لقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. فلا السجون حينما تبنى يتم مثلا توسعة على السجناء أو يتم فرشها بأثاث 5 نجوم ومكيفات، لا بالعكس، إنها تبنى بأسوأ المقاييس المعمارية وبالمخالفة للقواعد التي
تنص عليها المعايير. مثل ماذا محمود؟ أعطينا أمثلة على مخالفة هذه السجون لمعايير حقوق الإنسان، المعايير الآدمية لاحترام المكان الذي سيبيت فيه هذا الإنسان مهما كان سبب احتجازه. نعم، يعني الآن هناك عمليات قتل بالإهمال الطبي المتعمد الجسيم داخل السجون المصرية، فلا هناك رعاية طبية ولا صحية ولا مشافي ولا عيادات ولا دواء، بل هناك ما هو أكثر من ذلك، هناك منع من الزيارات ومنع من التواصل مع ذوي السجناء، هناك أيضا من يتم قتلهم الآن في ظل انتشار وباء وفيروس كورونا كوفيد-19، الآن لا يتم تقديم أي رعاية طبية ولا صحية ولا عزل ولا وقاية ولا تدابير احترازية داخل السجون، ونحن حذرنا من ذلك أن هناك كارثة إنسانية تقع، كارثة جسيمة تقع داخل السجون المصرية، سواء كان في برج العرب أو في تورا أو في العقرب شديد الحراسة أو في سجن وادي النطرون. الآن أنا يعني لدي اتصالات مع بعض السجناء وبعض من يتواصلون مع السجناء في داخل سجن وادي النطرون، هناك حالات كثيرة أصيبت بوباء كورونا وفي برج العرب وفي تورا، ولا ينظر في هذه الحالات، والوفيات ترتفع أعدادها. الآن لدينا في خلال 2020 فقط حتى الآن أكثر من 60 سجين لقوا حتفهم داخل السجن، وأغلبهم 60 أغلبهم الشباب. أغلبهم بكورونا هؤلاء الذين قضوا؟ لا، يعني قرابة 30 حالة أو 20 حالة ممكن تكون أصيبت بشبهة إصابة. طيب، هذا الصوت هل نقلته على اعتبار أنك مدير منظمة حقوقية موجودة في سويسرا، عفوا في فيينا، هل نقلت هذا الصوت للمنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية؟ نعم، نحن على تواصل دائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة ومع المقررين الخواص والآليات الدولية التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهذه المعلومات وتلك التقارير وتلك التوثيقات كلها على طاولتهم، وهم على علم تام بكافة الانتهاكات لأنها موثقة ومرصودة وبالأدلة وبالمستندات، لكن الحكومة المصرية لا تستجيب لأي من النداءات ولا أي من الاحتجاجات التي تتم من قبل المقررين أو الخبراء التابعين للأمم المتحدة. الحكومة المصرية الآن تستقوي بالخارج وتستقوي بالأنظمة السياسية الدولية في أوروبا وفي أمريكا التي تدعمها بالسلاح وبالاقتصاد، فهناك جرأة وهناك غلبة للمصالح السياسية على المصالح الإنسانية والحقوقية. شكرا جزيلا لك مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان المحامي المصري محمود جابر، كنت معنا من فيينا.